الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان عندي رد على شبهات أثار الصوفي المنحرف المضل المبتدع الضال المدعو بالخنجر في مناقشة له مع أحد الشباب في بعض المساجد، لعله امبارح ولا أول امبارح جابوا الخنجر محاضرة في مسجد، وقام عليه شاب ملتحي وتظهر عليه آثار السنة والتوحيد، وقام جغم الخنجر في مسألة إن ربنا سبحانه وتعالى وحده الذي ينزل الأمطار، وسرد الأدلة لحد ما الخنجر بقى يجر في المايك. أخونا ده مسك المايك مسكة قوية، بعد ما نجم الخنجر تمام بعد ذاك قدام المايك وبقى مارك. فهو بعد ذاك سر شبهات تقريبا ما كثيرة، وين هي ذات زي 7 شبهات، لكن نخليها المرة الجاية إن يسر الله عز وجل. ونتناول في هذا الوقت حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يقول الشجر والحجر أو الحجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي ورائي، تعال فاقتله، إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود. رواه مسلم والإمام أحمد عليهما رحمة الله. أول حاجة، الحديث فيه بشارة للمسلمين كلهم، وبالذات في هذه الأيام مع ظهور الصراع والابتلاء والامتحان في قضية الأقصى في فلسطين، بعد إعلان ذلك الرئيس أن القدس عاصمة لليهود. فالحديث فيه بشارة للمسلمين إن اليهود ما حيقعد في القدس إلى نهاية الدنيا، فلابد في يوم من الأيام أو أيام من الأيام أو دهور من الزمن يخرج من القدس وينتصر عليهم المسلمون. المسألة الثانية، ده ما معناته كلام البشارة دي، ما معناته نحن ما نتحرك بالسبل الشرعية لتحرير الأقصى من أيدي اليهود عبدة وأتباع وحفدة القردة والخنازير، ما معناته نكتف يدينا، إنما نسلك السبل المشروعة، وأعظمها دعاء الله سبحانه وتعالى. قلت أعظمها لأنه في سبل ثانية غير الدعاء، لكن أعظم الدعاء، واتحدى أي واحد من جماعة الأخوان المسلمين، أعظم سبيل لأي أمر القدس غيره 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 الدعاء، لأنه في الأثر الدعاء سلاح المؤمن. لكن الأخ المسلم ما بيقبل بالكلام ده، يقول لك يعني كذب الدين وسوى دعاء الله بس؟ أقوى أنت ولا الله؟ يا أخي يا مسلم يا بليد، أقوى ربنا، ربنا سبحانه وتعالى، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقال تعالى: وهو القاهر فوق عباده. الدعاء أدعو، ودي ما قال له حاجة، دي أعظم حاجة بالمناسبة، أعظم شيء، لأنه لو اتفتح الجهاد الشرعي ذاته، مو جهاد الأخوان المسلمين الباطل، الجهاد الشرعي ذاته لو اتفتح وكاتلت بيدك، ده من أعظم الأشياء. لكن الدعاء أعظم وأسرع من كل شيء، وما يناقض الجهاد، ما في تناقض بيناتهم، عرفته؟ بعدك الجهاد بالمال وبالنفس إن فتح الله عز وجل ذلك للمسلمين في يوم من الأيام، فدي كلها من الوسائل والسبل الشرعية. المسألة الثالثة، في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: حتى يقول الشجر أو الحجر: يا مسلم يا عبد الله،
يعني ما اي زول قال انا مسلم حيحرر الاقصى والقدس، انما المسلم دي عامه، واخص منها عبد الله. اللي بيعبد منو؟ اللي بيعبد الله. لا يمكن يا جماعه صوفي يعبد الكباشي يقول هيا بنا الى الاقصى. انت حرر نفسك من عبوديه الكباشي اول شيء، حتى بعد ذاك نحرر الاقصى، دي اول حاجه. فالبينصر الاقصى بنص هذا الحديث، حديث ابي هريره في صحيح مسلم ومسند الامام احمد، هو عبد الله يعني الموحد يا جماعه. والحديث ده حجه قاطعه لاي زول من حزب الاخوان المسلمين، وحجه قاطعه لاي صوفي يعبد له شيخ ولا قبه ولا قبر. لا يمكن، لا يمكن المسلمين ينتصروا انتصار كامل الا اذا وحدوا الله وكانوا عبيدا لله. وده بيتطلب اننا نحارب اهل الشرك ونحارب دعاة الشرك ودعاة الباطل. دعاة الشرك زي منو؟ زي جميع الطرق الصوفية ومشايخها. مثال واحد، الخنجر. الخنجر ده ذاته رد عليه شيخ ابو بكر. الخنجر ده قال نحن في السودان بنمشي للمشايخ بندفع القروش البياض عشان يدون المطر، والمشايخ بيدوا المطر بحسب الطلب. الى ان قال قبحه الله، قال يلين فيك وهاب يقول لك ما تسأل الله، أهب تسأل الله وبرضه ما بديك مطر. فالمشايخ بده مطر لكن الله ما بدي مطر. دي عقيدة الخنجر الصوفي، ودي عقيدة الصوفية الراضين الكلام ده، وده كلام شرك وكفر، لأنه ده شرك في الربوبية. الما أشرك فيها حتى أبو جهل وحتى أبو لهب. كيف نحرر الأقصى؟ وده عندك هنا البرعي، ده كتاب ديوان رياض الجنة ونور الدجنة في الصفحة 157 يقول: ألا يا رجال الغيب أنتم حصوننا، فما زال مسبولا على الناس ستركم. هذا الكتاب. أيلحقني ضيم وأنتم حمايتي، وألهث عطشانا وقد فاض بحركم، فحاشا وحاشا أن تضيع عيالكم، وأنتم عيال الله والأمر أمركم. الكلام ده بيوافق عقيدة عباد الله سبحانه وتعالى في ربهم؟ ما بيوافق. ده كلام كفر وشرك أكبر مخرج من الدين. وللأسف الصوفية عندنا في السودان وفي كثير من البلدان يقول لك ده لأهل الدين وأهل الصلاح والولاية والولاية، وده من أفجر خلق الله الصوفية كلهم كلهم، ومن أبسط خلق الله. قال: إذا شئتم شاء الإله وإنكم تشاءون ما قد شاء لله دركم. أنتم بتشيئوا أول قبل الله ذات. كيف الأقصى تحرر يا ناس والقدس ترجع؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال: اللي بيحرروها المسلم الذي هو عبد لله ما عبد للشيخ. والبرعي هنا يقول: سلم لقومك لشيخك أو قومك ثم كن عبدا لهم، واخشاه دوما كخشية ضيغمي. وهناك الرسول قال: البحرر الأقصى المسلم عبد الله الموحد. والبرع يقول لك: أعبد الشيخ ثم كن عبدا له، سلم لقومك أو لشيخك ثم كن عبدا له، واخشاه كخشية دوما كخشية ضيغم. هنا برضو البرع في كتاب ديوان لك سلام مني، البرع ده اللي بيمثل الدين عند أغلب البشر في البلد دي، ده اللي بيمثل الدين والإسلام. يبقى الباقين حيكونوا كيف باقي الصوفيه؟ في كتاب ليك سلام مني، بس دي نماذج بسيطه، كتاب ليك سلام مني الصفحه 42، البرعي قال: اللي بيزور الشيخ الجميعابي سبع جمع لم تاكله النار. والله العظيم قال: جاء في الازاهير من عجائب ارشاداته وغرائب فيوضاته ما حدثني به الشيخ سعيد المسلمي، قال: سمعت الشيخ على سيدي الشيخ قدس سره يقول بأن أبو بكر ولد أبي القاسم الضوابي جميعابي كان أخذ علينا الطريق وأقبلناه على الله. هم اللي قال ألساقوا لي الله وأقبلناه على الله. إلى أن قال قال فمن زار قبره سبع جمع لم تأكله النار. دي عقيدة موجودة. كيف الأقصى تحرر؟
كيف تحرر بها تفهم يعني. وده اختم به امسك البتاع ده. قال الصوفيه بيسبوا الانبياء شت، بيسبوا الانبياء شت في الصفحه 107 من الطبقات الكبرى للشعراني. والطبقات الكبرى للشعراني مؤلف عبد الوهاب الشعراني. عبد الوهاب الشعراني مدح البرعي في الكتاب ده، كتاب مصر المؤمنه، هو ده الكتاب. مدحوا في الصفحه رقم 13، قالوا سيدي الشعراني، او ده الكلام، سيدي الشعراني الناشر لعلم الله. طيب النشر علم الله ده في الصفحه 107 من طبقات الكبرى لعبد الوهاب الشعراني سيد البرعي وسيد الصوفيه كلهم في العالم مش في السودان. قال شنو؟ اسمع الكلام ده كويس. قال منهم الشيخ محمد الحضري من الاولياء بتاعنا الصوفيه رضي الله عنه، مكتوب كده. عمل شنو؟ قال فاذا قوي عليه الحال تكلم بالفاظ لا تطاق، لا يطيق احد سماعها في حق الانبياء وغيرهم. كلم في الانبياء كلام ما بيزول يقدر ذاته يسمع الكلام ده، كلام كعب ويسخ في الانبياء. يقول بيسيبوا الانبياء منه؟ الصوفي والبرعي. طيب قال وكان يرى في كذا وكذا بلد في وقت واحد. واخبرني الشيخ ابو الفضل السرسي انه جاء يوم الجمعه فسالوه الخطبه فقال بسم الله، مسب الانبياء. شوف بيسيب منه ثاني، بيسيب الله، قال الله ابليس. قال فطلع المنبر فحمد الله واثنى عليه ومجده ثم قال واشهد ان لا اله لكم الا ابليس عليه الصلاه والسلام. تقول لي فلسطين تحرر اذا كان في بشر زي ديل؟ والبشر ديل ما بشر عاديين عند الناس، ديل اهل الصلاح والولايه والتقوى، بل يقول لك ديل اهل بيت الرسول عديل اشراف الوسخانين ديل. الوسخانين المجارم الفسقه الفجره اللي عندهم عقائد اسوأ من عقائد الكفره الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي العقائد. ولو كان في لسه وقت كان كشفنا الكيس ده كله، كل الطرق قادريه سمانيه تجانيه. ده لو ما تحارب، ده لو ما تحارب، ده لو ما تحارب كيف الامه تنتصر؟ وربنا يقول يا ايها الذين امنوا، يعني وحدوا، ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. عشان ما يجي اخو مسلم بكره شايل له صندوق، جيبوا الخمسينات لموا البقر عشان ننتصر. لا انت دار تشتري عربيه اوباما يا اخي يا مسلم يا محتال يا فوكس، انت دار تحتال على الناس. الشغل بيتم كده، تحرير الاقصى يتم من تحرير العباد، من عباده العباد الى عباده رب العباد. وصلى الله وسلم وبارك على محمد.